بسم الله الرحمن الرحيم. عدنا إلى طلبة الكرام بمواصلة ما هو موجود في البرنامج السنة الأولى متوسط. الآن راح نباشر في المقطع اللي هو متوازي المستطيلات. نبدأ أحبائي الطلبة بالتمهيد. تمهيد صفحة 216. نحاول الإجابة على السؤال الأول والسؤال الثاني والسؤال الثالث من صفحة 216. السؤال الأول: إليك المكعب الآتي، تسمى النقطة A النقطة المعينة بالدائرة، هل هو الاقتراح الأول أم الاقتراح الثاني أم الاقتراح الثالث؟ بالنسبة للسؤال الأول، النقطة المعينة بالدائرة في المكعب تسمى رأسا. النقطة المعينة بالدائرة تسمى رأسا. السؤال الثاني: في المكعب يمثل الضلع الملون بالأحمر زاوية على الاقتراح الأول، الاقتراح الثاني رأسا، الاقتراح الثالث حرفا. الإجابة تكون على النحو الآتي: الضلع الملون باللون الأحمر في المكعب يسمى حرفا. الضلع الملون باللون الأحمر طبعا في المكعب يسمى حرفا. بالنسبة للسؤال الثالث: يمثل السطح الملون باللون الأخضر، السطح الأخضر يسمى الاقتراح الأول وجها، الاقتراح الثاني رأسا، الاقتراح الثالث حرفا. الإجابة تكون على النحو التالي: السطح الأخضر يمثل وجها. السؤال الثالث: الوجه أو السطح، السطح الأخضر يسمى وجها. الآن نمر إلى النشاط رقم 1 الصفحة 217 وعنوانه هدية من الجنوب. النشاط يقول: خلال زيارته لمدينة بسكرة يريد أمين إحضار علبة تمور كهدية للعائلة. العلبة كما هي في الصورة كما ورد سابقا في النشر 1 صفحة 217. العلبة: لاحظ أمين
أن العلبة لها شكل بلاطة قائمة كما هو كان معمول به في المستوى ابتدائي. لاحظ أمين أن العلبة لها شكل بلاطة قائمة خاص يسمى متوازي الأضلاع أو متوازي متوازي المستطيلات. السؤال: ما هو شكل كل وجه من أوجه العلبة؟ ما هو شكل كل وجه من أوجه العلبة؟ الإجابة: شكل كل وجه من أوجه العلبة عبارة عن مستطيل. ما هو السؤال الثاني؟ ما هو بعد كل وجه؟ لاحظ عزيزي الطالب بالصورة الأبعاد المدونة بشكل 10 سنتيمتر 20 سنتيمتر و 30 سنتيمتر أبعاد كل وجه. لاحظ الوجه الأمامي بعداه كما يتظهر بالصورة 20 سنتيمتر و 10 سنتيمتر، هذا نسميه الوجه الأمامي. الوجه الجانبي بعداه كما يتظهر بالصورة 30 سنتيمتر و 10 سنتيمتر. متوازي المستطيلات هو مجسم له 6 أوجه، كل أوجهه مستطيلات. مثال: مثال كما هو مبين في الشكل على المستطيلات A B C D A B C D و المستطيل الثاني E F G H و المستطيل الثالث B F G C B F G C وأيضا المستطيل A E H D A E H D وأيضا المستطيل الموالي H G C D H G C D وأيضا المستطيل A E F B. هذه المستطيلات هي أوجه متوازي المستطيلات.
A, B, C, D, E, F, G, H. لاحظ عزيزي الطالب أنه توجد ست مستطيلات أو ستة مستطيلات. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. هذه تسمى أوجه متوازي المستطيلات. نمر عزيزي الطالب إلى حالة خاصة، حالة عدد أحرفه 12 حرفا، عدد أحرفه 12 حرفا، وعدد رؤوسه، عدد رؤوسه هو 8 رؤوس. نمر إلى حالة خاصة اللي هي المكعب. المكعب هو متوازي مستطيلات خاص، كل أوجهه مربعات. إذن المكعب هو متوازي مستطيلات خاص، كل أوجهه مربعات. مثال: A B C D. E, F, G, H. كل أوجه عبارة عن مربعات، وبالتالي كل أحرفه متقايسة. مر أعزائي الطلبة إلى تطبيق. تطبيق رقم 3 من الكتاب المدرسي، الصفحة 226. نروح للتطبيق رقم 3، الصفحة 226. لدينا A B C D E F G H متوازي المستطيلات. كما هو موضح في الشكل. طبعاً A B C D، هذا نسميه الوجه الأمامي. الوجه الجانبي
الوجه الجانبي والوجه العلوي. الوجه الأمامي A B C D، الوجه الخلفي E F G H. إذن A B C D E F G H متوازي المستطيلات. السؤال الأول، ما هو الوجه المقابل للوجه A B F E؟ ما هو الوجه المقابل السؤال الأول ما هو الوجه المقابل للوجه ما هو الوجه المقابل للوجه A B F E؟ لاحظ الشكل ثم نعطي الإجابة. الوجه المقابل للوجه A B F E كما هو مبين بالشكل. الوجه المقابل للوجه A B F E، أين هو الوجه A B F E؟ الوجه A B F E هو الوجه العلوي. إذا ما هو الوجه المقابل لهذا الوجه؟ الوجه المقابل للوجه A B F E هو الوجه D C G H. إذن هو الوجه D C G H. السؤال الثاني، ما هي الأحرف الموازية؟ ما هي الأحرف الموازية؟ ما هي الأحرف الموازية للحرف؟ ما هي الأحرف الموازية للحرف A E؟ A E الإجابة تكون على النحو التالي، أين هو الحرف A E؟ الحرف A E في الشكل هو A E، هذا الضلع أو هذا الحرف نسميه الضلع يسمى بالحرف. الحرف الموازي أو الأحرف الموازي للحرف A E هي أولا الحرف B F، هي الحرف B F و الحرف الموازي ايضا للحرف A E هو الحرف D H. الحرف D H والحرف الموازي ايضا للحرف A E
هو الحرف ا او هو الحرف سي جي سي جي. أعيد، الأحرف الموازية للحرف ا او هي ماذا؟ الحرف بي سي والحرف دي اش والحرف سي جي. السؤال الثالث، ما هي السؤال الثالث؟ ما هي الأحرف؟ ما هي الأحرف العمودية على الحرف أ؟ ما هي الأحرف العمودية على الحرف أ؟ نرجع للشكل، الحرف أ، ما هي الأحرف العمودية على الحرف أ؟ أولاً الحرف أ ب هي الأحرف، أولاً أ ب، ثم الحرف الثاني اللي هو أف أ، أف أ، والحرف الثاني أو الثالث هو، لاحظ جيدا، الحرف أ أ. قلنا سابقا الحرف أ ب، ثم الحرف أ أف، ثم وأيضا الحرف أ د و أ أش، والحرف أ د، وأخيرا الحرف أش. الآن أضيف سؤال بدوري أنا، ما هي السؤال الرابع، ما هي الأوجه، ما هي الأوجه العمودية على الوجه؟ ما هي الأوجه العمودية على الوجه A B F E؟ A B F E، ما هي الأوجه العمودية على الوجه A B F E؟ تمعن بشكل جيدا ثم حدد الأوجه العمودية على الوجه A B F E. لاحظ عزيزي الطالب، الوجه A B F E، ما هي الأوجه العمودية على الوجه A B L E؟ أولا الوجه A E H D، أولا الأوجه العمودية على الوجه A B F E هي ماذا؟ الأوجه، الأول الوجه الأول هو A E H D، A E H D، أولا A E H D. الوجه الثاني هو الوجه الخلفي E F G H، إذا E F G H، ثم الوجه الجانبي اللي هو B F G C،
B, F, G, C. ثم الوجه الأمامي اللي هو A, B, C, D. A, B, C, D. أعيد، الأوجه العمودية على الوجه A, B, F, E الذي هو الوجه العلوي. قلنا الوجه الجانبي على الجهة اليسرى A, E, H, D. الوجه B, F, G, C. الوجه الأمامي A, B, C, D. والوجه الخلفي اللي هو E, F, G, H. أعزائي الطلبة، راح نضيف سؤال خامس. سؤال خامس طبعا ليس موجود في التمرين، راح نضيف له سؤال خارجي. سؤال يقول، سؤال خمسة، أكمل بإحدى العبارتين متوازيان متعامدان. أكمل بإحدى العبارتين متوازيان متعامدان. سؤال خامس في جزئين. ألف، ألف المستقيمان، المستقيمان A B و المستقيم الثاني هو H G. المستقيمان H G و H D. هذا الجزء A. الجزء B، ما طبيعة الرباعي؟ ما طبيعة الرباعي B F G C؟ ما طبيعة الرباعي B F G C؟ لاحظ في الشكل المستقيمان A B و H G. المستقيم A B و H G مستقيمان متوازيان. المستقيمان A B و H G متوازيان، ونكتب A B يوازي المستقيم H G. بالنسبة للمستقيمين H G و H D، المستقيمان H G و H D. لاحظ بالشكل المستقيمان H G و H D هما مستقيمان متعامدان. ونكتب H G عمودي على المستقيم H D. سؤال B، ما طبيعة الرباعي B F G C؟ ما طبيعة الرباعي B F G C؟ الرباعي بي اف، ما طبيعة الرباعي بي اف جي سي؟ الرباعي بي اف جي سي عبارة عن مستطيل. الرباعي بي اف جي سي عبارة عن مستطيل.
إلى هنا ننتهي من الجزء الأول في هذا المقطع. شكرا وشكرا وشكرا، نتمنى التوفيق لتلاميذنا الأعزاء. في الأخير نطلب من تلاميذنا الأعزاء تقديم واجب منزلي اللي هو التمرين رقم 4 الصفحة 226، هذا واجب منزلي. تمرين رقم 4 الصفحة 226. مع السلامة، إلى الملتقى إن شاء الله. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.